لا ما يقدروش طبعا. ولا عشان في تجاهل تام من ناحيتهم للاستاذ يوسف منصور؟ لا سيبك من التجاهل، انا ما تفرقش، هو التجاهل كان موجود بس مش هن... مش موجود هن... عشان الجواب ولا عشان حاجة تاني؟ لا من زمان يعني، من احنا زمان. طب احنا عملنا فيلم اسمه كت الصحراء، كان اول فيلم ينزل في تاريخ السينما العالمية بدون اسم مخرج، كنت واخد تصريح، ابتدينا الفيلم بتاع احمد رمزي، ابتدينا الفيلم، خلصنا الفيلم، طبعنا الافيشات، وجات النقابة قال لك لا احنا لغينا التصريح بتاعك. سنة كام؟ 95. طب ليه لغتوه؟ طب اعمل ايه؟ الفرصة بتضيع. فكتبنا، لو تلاحظ الفيلم مكتوب عليه مع تحيات يوسف منصور، مفيش كلمة إخراج، شالوا كلمة إخراج. كان في زمان يعني تعنت شوية، أو زمان دلوقتي اللي احنا ما اعرفش، ما عملتش حاجة من سنة 2000. ف لا يعني مش بتتابع، اكيد بتتابع المشاكل بتاعت الفنانين اللي موجودين دلوقتي. هل التجاهل ده بيبقى لناس معينة؟ صدقني مش متابع، بس النقابات المفروض تبقى، أصل نقابة المهنة السينمائية أو التمثيلية زمان تلاقي صور عظماء مصر كلها، إنما السيستم والطريقة والوقفة يعني محتاجة دعم من بره على أساس تبقى هيئة كبيرة. يعني سينما زي ما بتروح بره، إذا كان الهند أو أمريكا، حاجة يعني يا رب يجودوا في التنظيم عندهم، أو في الخدمات تبقى حلوة أوي. شركات كتيرة جدا ممكن تساعد، لأنه اللي بيشتغل في الفن خصوصا الناس اللي هي مثلا عمال مثلا أو أدوار تانية، دول بيتجاهلوا طبعا، متجاهلين، ويمكن النقابات ما عندهاش موارد كتيرة. يعني هما بيحاولوا مع انهم قوة غير عادية، انت ما يكون عندك مثلا 1000 مشترك تقدر تجيب اي حاجة من اي جهة لو عندك الكم ده، دي قوة مش عارفين، هما مش مقدرين قوتها. اما يكون عندك 20,000 ممثل او عامل في السينما، دي قوة رهيبة جدا. لما تيجي لشركة زي اتصالات او شركة وي وتقول لهم انا عايز خط بكذا، اما تحب تجيب عربيات او عفش او اي حاجة وعندك هذا الكم، ممكن تاخد تسهيلات كبيره جدا. انما يمكن السيستم مش عندهم دلوقتي. بس عملوا دور رعايه الفتره اللي فاتت في اكتوبر، وحاجه محترمه جدا يعني. جميل جميل، انا مبروك مبروك عليهم. بس رعايه برضو بنفس الادويه ونفس البتاع، ما هو يعني بصوا يعني انت ممكن ما هو تفتح رعايه اوكي، بس بتقدم ايه؟ يعني ايه اللي بتقدمه؟ علاج ايه؟ مش علاج، هو يعني دور الرعايه وهم مسمينه اللي مش لاقي مثلا مكان في فنانين. ده جميل جميل، وقت عليهم مش لاقيين مكان في يعني معلش في الكلمه مرميين في الشارع. جميل جميل، ده موجود ليهم هم. جميل جميل، دي حاجه نساعد كمان فيها يعني. يعني دي حاجات جميله جدا، بس محتاجين اكتر من ده، محتاجين تنظيم كبير، مش يبقى عملت المكان وخلاص. مين اللي بيبشروا؟ مين اللي بتاعه؟ مين اللي بيقعد معاهم؟ مين اللي بيشوف طلباتهم؟ يعني هي لازم تكمل. لو رجع بيك الزمن هتقدم الجواب تاني؟ طبعا طبعا، لو فتحنا في مصر طبعا طبعا. الا يعني بص، ربنا ادانا مره كذا سنه كده شهره كانت جميله قوي يعني، حتى مع الناس في الشارع انما الناس اللي بتشفي بيحصل لها شفاء من امراض معينه اجمل. يعني ساعات اكون مثلا في مطعم الاقي واحد بيسلم عليا ما اعرفوش خالص، يقول لي بابا زي الفل دلوقتي كتر خيرك، يعني سمعوا او شافوا باباهم او مامتهم. يعني حكايه العلاج دي طبعا هنقدمها، وهنقدمها للناس كتيرة مش بس للنقابه. لانه اما الاجنبي بيجي وبيدفع رقم معين، ممكن ناخد جزء من ده ونديه نعالج بيه ناس. واعتقد على مدار الوقت اما الناس تشوف ان احنا عالجنا حد من السرطان او من السكر او من تليف او من الام اس مثلا، الحاجات دي كلها، تلاقي شركات كتيره تقول لك احنا مستعدين. يعني احنا كنا عرضنا على شركه من شركه الاتصالات، قلنا لهم ما تيجي نعمل حاجه اسمها وي كير، يعني احنا كير، يعني احنا
مش عارف يعني ايه بالعربي كير، معلش احنا مهتمين مثلا. فقال لي رئيس الشركه، قال لي ايه؟ قلت له يعني بدل التليفونات العاديه وببلاش وبعد كده الدقيقه بكذا ومش عارف ايه، خمس تلفار ممكن كل شهر نعالجهم ونخليهم يتكلموا يعني قبل العلاج وبعد العلاج وبي وي، لانه انت بتكون على كرسي وبعد كده من غير كرسي. فقولي قول التجربه، والشركه دي او شركه الاتصالات دي مثلا هي اللي قامت بدفع المصاريف، فدي دعايه حلوه جدا، انها اعتقد ممكن نعالج ناس كتيره جدا.